وبرحب بكل ضيوفنا الحقيقة اللي نورنا النهاردة في إرادة مصرية. بنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص الشباب الحقيقة وخصوصا مجال العمل. بنتكلم عن مركز التطوير الوظيفي لجامعة حلوان، وفعلا أو بالفعل تم إنشاء ورش العمل داخل المركز لتأهيل الشباب لسوق العمل. منورنا في الحقيقة مجموعة من ضيوفنا الأعزاء. دكتور فيبي سعيد، أهلا بحضرتك وحضرتك مدرس كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومدرب في مركز الوظيفي، أهلا بيك. ومنورنا كمان أستاذ محمود المسؤول التنفيذي بمركز التطوير الوظيفي، أهلا بحضرتك. ومنورنا كمان آية محمد خريجة كلية سياحة وفنادق، وطبعا منصب مهم جدا وهي سفيرة على مدار مرتين لجامعة حلوان، أهلا بيك يا حبيبتي. ومنورنا كمان أستاذ ضياء الدين وهو أحد المتدربين بالمركز، أهلا بيك. طبعا هبتدي معاك دكتور فيبي، وعايزه اسال حضرتك، مركز التطوير الوظيفي لجامعه حلوان مهم جدا وليه اهداف عظيمه الحقيقه، ومهم كمان بالنسبه لشبابنا، لانه بعض الشباب الحقيقه بعد ما بيمشي مشوار طويل جدا الحقيقه في الدراسه سواء في المدرسه او في الجامعه بيلاقي نفسه في الاخر انه عنده نوع من انواع الاحباط، لان مش لاقي مين اللي يوجهه، مين اللي يقوله يشتغل ايه، مش لاقي الوظيفه المناسبه ليه. فكلمينا الاول عن انشاء الفكره، جت منين ان احنا ننشا مركز مهم زي ده هيفيد شبابنا الاعزاء؟ هو الحقيقه مركز التطوير الوظيفي مركز مهم جدا، لانه هدفه الاساسي انه يوفر فرص عمل او يجهز الشباب لانهم يكونوا جاهزين لسوق العمل. فاحنا بنشتغل في الكورس ده مع الولاد او الطلبه في جامعه حلوان جميع الكليات من وهم طلبه، بحيث الطالب لما يتخرج ما يبقاش متفاجئ بسوق العمل، او هو مش مجهز نفسه يجي يبص على السي في بتاعه ما يلاقيش في حاجات تاهله ان هو يحصل على وظيفه. فبنبتدي ندي كورسات وحاجات كتيره في مهارات مختلفه بتاهل الطالب ان هو من هما في سنة كام بقى، لو هو خلاص على مشارف المشاريع التخرج يعني هما بيتخرجوا، ولا من بداية خلاص لما بيبدأوا الدراسة في سنة أولى وبعدين تانية تالتة كده؟ هي الكورسات متاحة لكل طلاب جامعة حلوان من سنة أولى لحد التخرج. احنا طبعا بنرشح أكتر وبنشجع الطلاب اللي هما خلاص على مشارف التخرج، علشان خاطر دول هيبقوا خلاص يعني الوقت قدامهم قليل، لكن مجهز الطالب من هو في سنة أولى أنه يبتدي يروح يتدرب، يشوف إيه اللي عنده، في مثلا عجز أو في تقصير في لغه او في مهاره او في دوره او في كورس او في برنامج، فابتدي ان هو يحاول ياخده ويدرب نفسه عليه. يعني افهم من حضرتك ان احنا ممكن نعمل استطلاع راي مثلا للطلبه اثناء دراستهم للجامعه، ايه الحاجات اللي محتاجينها او ايه الكورسز اللي محتاجينها بالفعل عشان يبتدوا ياخدوها بعد كده، ولا دي حاجات بتكون اجباري من الدكاتره هم اللي بيحطوها، او هم اللي فعلا شايفين ان الطلبه مثلا محتاجين كورس انجليش او محتاجين كورس فرنساوي او اي كورس مثلا من اللي هو من اللغات، يعني الدكتور هو اللي بيحدد ولا الطالب هو اللي بيكتب ان هو محتاج الكورس ده؟ يعني في حاجات اساسيه احنا بنبقى شايفين انها متطلبات اساسيه في سوق العمل، زي طبعا اللغه دي اول حاجه، أكيد. وفي مهارات حياتيه زي مثلا السيلف مانجمنت اللي هو اداره الذات، او الجوب سيرش سكيلز اللي هو مهارات البحث عن وظيفه، او ازاي تتعامل وسط فريق. احنا عندنا مشكله جدا صح. في فكره التيم بيلدينج او كده، اكيد، وانك تقدم نفسك في انترفيو او حاجه زي مثلا برزنتيشن سكيلز. فدي حاجات اساسيه حتى احنا عاملين لها سيكونس معين، ايه الاول يفضل يعني ايه قبل ايه، وفي نفس الوقت بنعمل برضو زي استبيان او سيرفي كده الولاد محتاجين ايه حسب التخصصات. خلي بال حضرتك ان احنا بنخدم كليات مختلفه جوه الجامعه وبره حرم الجامعه، اكيد، فحسب تخصص الكليه بنشوف برضو الحاجه اللي محتاجينها ممكن نعمل لها اضافه يعني. اكيد. الحقيقة دكتور محمود، دكتور فيبي قالت حاجة مهمة جدا، حسب تخصصات الجامعة في تخصصات كتيرة جدا، وفي يعني ياريت بس حاجة تعرفنا كده بعض التخصصات عشان نقدر بعد كده نتكلم عن امتى بالظبط تم انشاء المركز ده. تخصصات الجامعة او كليات الجامعة، الجامعة فيها حوالي 22 كلية، في 11 كلية خارج الحرم، 11 كلية جوه الحرم، كلية طبعا متنوعة. يمكن جامعة حلوان فيها ميزه مختلفه عن باقي الجامعات، انها فيها بعض الكليات والتخصصات مش موجوده في باقي الجامعات، زي كليه الفنون التطبيقيه، كليه الفنون الجميله، تربيه رياضيه بنين وبنات، تعليم صناعي. في كليات كمان بنتميز، احنا عندنا حوالي 6 كليات تربويه يعني، فدي ميزه بتميز جامعه حلوان عن باقي الجامعات يعني. هايل.
عايز اعرف بقى امتى بالتحديد تم انشاء المركز، والفكره طبعا جت منين في البدايه؟ احنا لسه ما عرفناش الفكره كانت ازاي، وهل الفكره دي كانت مجموعه مقترحات من الطلبه، ولا الدكاتره فضلوا او اكتشفوا ان لازم ان احنا ناهل الشباب لسوق العمل بحيث ان احنا نقدر نديهم يعني كورسات في الجامعه او بعض التجارب الحياتيه لما يطلع بعد كده لسوق العمل ما يحصلش صدمه او ما يقدرش ان هو يواكب سوق العمل. حقيقي. هو المركز انشئ في 2014. بدايه الفكره اصلا كانت تبع او بدعم من المعونه الامريكيه بالتعاون مع جامعه حلوان. الفكره الاساسيه من او الهدف الاساسي من انشاء المركز هو العمل على الجزء الخاص بمهارات الطالب. احنا حضرتك عارفة الخارجين من كليات مختلفة هو بيركز على الجزء الأكاديمي. صح. أنا صح. فنون جميلة، تربية، صح. علوم، فبيركز على الجزء الأكاديمي. فبيجي يخرج للعالم سوق العمل في مهارات سكيلز هو محتاجها، السوق محتاجها كمان، زي ما دكتور فيبي قالت الحقيقة دي حاجات مهمة جدا، البرزنتيشن سكيلز أو ازاي يقدم نفسه، ازاي يكتب سي في، ازاي يقدر يتكلم مع ناس، في بيبقوا شاطرين جدا من الناحية الأكاديمية، من الناحية الحياتية ما بتلاقيش أي نوع من أنواع الكوميونيكيشن أو التواصل مع الناس. وده بيحصل فيه مشكلة لما بيبدأ أول خطواته لسوق العمل من بداية المقابلة. وده احنا بنبدا نعلمه له يعني ازاي يعمل مقابله ناجحه مثلا. فهو بيبقى مفتقد فكره انه هو ما يعرفش اصلا ان المفروض يكون عنده مهارات. صح. احنا بنبدا بقى نعرفه ان انت ناقصك جزء مهم جدا. هو قد يكون بالنسبه له حاجه مش مهمه، لكن لما بيجي المركز وبيبدا الكورس معانا وبياخد اول كورس ويعرف ان ده شيء مهم جدا كان محتاجه، بيبدا يقول انا انت عندكم ايه تاني؟ انا عايز اتدرب، انا محتاج من الحاجات دي كتير، لان فعلا الشباب ارض خصبه محتاجه زرع كتير. صح. ومحتاجه تخرج لسوق العمل. احنا البلد ماشيه على اكتاف الشباب. صحيح. فاحنا بنحاول نخرج خريج عنده جزء اكاديمي قوي وجزء مهارات اللي السوق محتاجه، هو محتاج الاثنين. فاحنا بنشتغل على الجزء اللي يخص المهارات مكملا لاعمال الكليات يعني. هايل هايل. عايز اروح لايه بقى، وانت سفيره لجامعه حلوان طبعا، للطبع جامعه حلوان يعني، ولمرتين، فهو اختيار جيد طبعا جدا لايه. فعايزه اعرف كده، كلميني عن تجربتك الجميله دي. اكيد. هو طبعا مركز التطوير الوظيفي بيستهدف الطلاب بتوع الجامعه علشان يقدر ينمي السكيلز زي ما دكتور فيبي قالت، بس مش بس طلبه الجامعه. احنا بنعمل مؤتمر كل سنه او ملتقى يعني، بنتكلم فيه مع طلبه الثانويه العامه. طبعا حاجه مهمه جدا بقى، بنتكلم على مستوى المدرسه بقى، ده احنا قبل كده صغيرين خالص من قبل ما يلتحقوا بالجامعه، بنجهز الولاد، بنجهزهم طبعا من البدايه يعني. مظبوط. فبنجهزهم طبعا ان احنا بنعرفهم، بنشتغل على ثلاث حاجات يعني في المجمل. اولا احنا بنعرفهم ايه هي الكليات الموجوده في جامعه حلوان. أيوة. وايه هي الاقسام اللي موجوده في كل كليه. يعني مثلا انا كليه سياحه وفنادق، عندي اربع اقسام في الكليه، الطلبه ما كانوش عارفين خالص ان في اربع اقسام، هما قسم اداره فنادق وارشاد سياحي وتراث ومتاحف وقسم الارشاد السياحي واداره فنادق وتراث ومتاحف واخر قسم دراسات سياحيه. أوكي. تمام. فبنعرفهم طبعا الكليات ديت، وبندخل بقى بعد كده بنشوف دماغهم وبنتعرف على من خلال اسئلتهم ايه هي الحاجات اللي هم عاوزين يعرفوها. يعني مثلا هم بيبقوا غالبا بيسالوا انا لما ادخل الكليه الفلانيه بعد ما اتخرج هشتغل ايه؟ فبيبقى في مثلا كليه علوم فيها اقسام كتير مختلفه، فعايزين كل قسم تشتغل ايه. طب انا مثلا بحب قوي الكيمياء، بس انا خايف ادخل كليه علوم لاني مش عارف بعد ما اتخرج هشتغل فيها ايه. وطبعا بفهمهم ان مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، ما دمت انت طبعا عندك الموهبه وعندك القدره ان انت تقدر تمشي في المجال دوت، طبعا هتوصل للقمه. مفيش حاجه اسمها كليه قليله وكليه كبيره. وطبعا هما بيبقى هدفهم ان هما يعرفوا انا لما اخرج هاخد مرتب كام، هشتغل ازاي. طبعا دي اولياء الامور والمدرسين طبعا بيبقوا عايزين يعرفوا المستقبل عامل ازاي. فبنحاول ان احنا نوصل لهم الكلام ده كله بشكل مبسط ومفيد ومختصر، بحيث ان هم يبقوا متابعين برده معانا وعارفين كويس لما يدخلوا الجامعه هيعملوا ايه. اكيد.
من خبرتك طبعا في الدراسه في جامعه حلوان اكيد، وبتدرسي مجال مهم جدا الحقيقه وهو مجال السياحه والفنادق، اهم الحاجات اللي كنت عايزه تركزي عليها لما الطلبه يتخرجوا، النصيحه بقى وانت طالبه كنت عايزه تقدمها لهم بعد كده؟ يعني احنا واحنا طلبه بنبقى شايفين حاجات كتيره جدا الحقيقه وبنكتسب خبرات، بعد كده نفسنا ننقلها لغيرنا من الطلبه والطالبات اللي هيلتحقوا في نفس الكليه او في نفس الجامعه، النصيحه اللي دايما كنت بتقدميها وكنت حريصه عليها كانت ايه؟ هو اولا طبعا ان انا بقول لهم ما يسمعوش نظره الناس ونظره الكلام للكليات، يعني انا برضو مريت بمراحل تنمر كتير بالنسبه للكليات، مثلا في ناس مش فاهمه يعني ايه كليه سياحه وفنادق، يعني ايه المجالات المختلفه، هي مثلا فكرها محدود عن حاجه معينه هي تتخرجي من الكليه دي بتشتغليها، ف مع ان مجال السياحه ده مجال عظيم جدا الحقيقه ومجال واسع ويعني ليه التنمر غريب قوي؟ مثلا انت ليه جبتي مجموعه في ثانويه عامه كويس، ليه دخلتي الكليه دي كليه قليله مثلا، مش نظره المجتمع ثقافه عامه لازم تتغير. مظبوط فعلا بالظبط، وكنت طبعا بحاول ان انا اوضح للناس، لكن بيبقى فكرهم محدود عن حاجه معينه اللي هو فكره لا انت مجموعك ما كانش جايب كليه صغيره ليه ما تخشيش، عندهم دايما في كليه قيمة هي دي الكليات اللي كل اهداف اولياء الامور والمدرسين بالظبط في هندسه صيدله بس ما فيش حاجه تاني غير كده. فلا طبعا كان هدفنا ان احنا نقول لهم شوف انت بتحب ايه، شوف انت نفسك موهبتك تكون ايه، وشايف نفسك في المستقبل في ايه، وامشي على كده، ما تسمعش راي حد او ما تسمعش وجهه نظر ممكن تحبطك. وطبعا اهم حاجه كنا بنتكلم فيها انك تشتغل على نفسك طول ما انت قادر وعندك وقت، يعني تنمي نفسك في الكورسات، تتابع طبعا اساليب التنميه الحديثه في ان انت تنمي شخصيتك عشان تقدر بعد كده تمر بالاربع سنين بشكل كويس، وبعد ما تتخرج ان شاء الله تلاقي فرصه كويسه. انا فهمت من كلامك ان انت طبعا كنت مختاره كليه سياحه وفنادق بالتحديد جدا، وعايزه اعرف بقى دور الاسره هنا كان ايه، نصحك بايه، نصحوكي بايه، خصوصا انك بتتكلمي عن حاجه مهمه جدا وهي ان في كليات قمه، وده بيكون نابع من ثقافه وثقافه الاهل كمان او الاسره كمان، فعايزه اعرف انت كنت مختاره المجال ده من الاول فعلا؟ مظبوط، انا كنت مختاره المجال لاني مجال الاداره بالنسبه لي مجال كويس جدا، انا شايفه نفسي فيه، وهو بصراحه في الاول خالص الموضوع جيب ان انا لما جيت كلمت والدي والدتي في الموضوع قعدوا يقولوا لي لا دي كليه من الكليات القليله جدا، دي مش هيبقى ليها شغل، دي كليه كذا. بس يعني طبعا كانوا رافضين برضو في الاول جدا، ورافضين حتى المسمى، ليه ما تخشيش كليه كذا، ممكن حتى تخشي كذا ككليه خاصه، ممكن ندفع لك هو اسم، هم دايما بيبصوا دايما على كليات القمه ككليات اسم، لكن ما بينسوا ان الطالب او الشخص طول ما هو عنده هدف معين، عنده رغبة معينة بداخله، يقدر يمشي في المجال ده، حتى لو يعني مهما كانت الكلية، يعني في طلبة كلية تربية موسيقية ما شاء الله بيبقوا كويسين جدا بعد ما يتخرجوا، طبعا أهليهم بيعرضوهم جدا دي كلية قليلة وكده، لكن ما فيش حاجة اسمها كلية قليلة وكلية كبيرة. وطبعا عانيت رفض في الأول واتكلمت معاهم ان هي تبقى بالنسبة لي حاجة كويسة، والحمد لله انا دلوقتي الحمد لله بحق بيتي وبشتغل ويعني الى حد ما اثبت لهم ان كان اختياري صح. برافو عليك، هايله الحقيقه، واعتقد ان شخصيه قياديه جدا عشان كده اختاروكي لهذا المنصب في الجامعه، وهي سفيره للطلبه. هاخد بقى استاذ ضياء الدين وحضرتك يعني احد المتدربين بالمركز، يا ريت تكلمني عن التجربه دي. هو المركز طبعا قيمة كبيرة لينا كان كطلبة، كان بيساعدنا كطلبة اللي احنا لما رحنا نتقدم اصلا للتدريب لازم بيعمل لنا انترفيو اللي احنا ينقوا الطلبة اللي بتخش المركز التطوير الوظيفي. فطبعا الحمد لله تم اختيار عدد مننا كان موفق فيه اللي احنا نخش ونقدم فعالية فيه. بدأ يتعامل على يعني بيفيدنا كشخصيتنا وك مهاراتنا، بينمي مهاراتنا وبينمي شخصيتنا في حاجات كتير جدا، بيأهلنا لسوق العمل اللي احنا لما نطلع نعرف نتعامل مع الناس ونعرف نتعامل مع خلال سوق العمل. كان مفروض اللي احنا بيوفر كورسات للطلبة، بيوفر بنعمل ايفنتات، بنطلع ندوات تصديفية ندوات
كنا خبرة التطوع استفدتنا في التطوع واحنا كمتطوعين استفدنا اللي احنا يعني كنا بنشارك في العمل دي وبنساعد الطلبة وبنطلع كنا بنطلع نعمل اشرنج ودعاية للمركز خلال في اطار الحرم الجامعي اللي احنا بنبدا نعرف الطلبه اللي احنا في مركز فيه بيقدم خدمات للطلبه كتير جدا, جميل جدا. بيساعدهم وبيأهلهم بسوق العمل هايل فيعني الى حد جميل. احنا عشان نعيش الموضوع اكتر على ارض الواقع الحقيقه اسمحوا لنا نطلع نشوف تقرير مهم جدا عن تاهيل الشباب لسوق العمل ونعيش